وبعد الدراسة والتحليل ثبت لنا أنه هي كانت سكن للإنسان القديم، بالإضافة لمغارة فيها صواعد ونوازل. آه جميل جداً. ويا هلتر، هل فتحت للسياح والدارسين؟ لا، ركبنا لها باب حديد وقفلناها منعاً للعبث والسرقة. أستاذ معن، باعتبارنا على الهواء مباشرة، ماذا تحب أن تقدم نصائح للمواطنين؟ الحقيقة أنا بدي أقول له أنه الآثار مفيدة، بتجيب سياح وقطع نادر للبلد، وما بيصير يعني يعبثوا فيها ويكسروها ويسروا منها ويكبوا فيها زبالة. وبالمناسبة أنا بسعى لاستصدار قانون مشان معاقبة أي إنسان من لاقي اسمه مكتوب على أي جدار أثري. وما هي طبيعة هذه العقوبة أستاذ معن؟ رح يكون في عقوبة مالية، ورح نخليه كمان يلحس اسمه بلسانه. حسناً أستاذ معن، ما رأيكم ببرنامجنا سوا على الهواء؟ الحقيقة أنا بظن أنه هذا البرنامج من أهم البرامج وأجراءها، لأنه بيشكل سلة الوصل مقطوعة بين المواطن والمسؤول، وأنا شخصياً ما بروح على حالي ولا حلقة، تابعون كله. لك العمى يا، شو هاد؟ اروح عنا يا. ولك يخرب بيت المسؤولين عن هالبرنامج، شو أغبياء؟ ليش في شي ما عجبك؟ مو مسألة في شي ما عجبني، المسألة إني اشتهيتهم مرة واحدة بس يغلطوا ويعملوا معي مقابلة. ولك ما خلوا مسؤول سواء كان وزير ولا مدير ولا رئيس قسم إلا وعملوا معه مقابلة، إلا أنا. يعني استحى واحدهم يتصل فيه ويقول لي يا سيادة الوزير نحن بدنا نعمل معك مقابلة، تعدميهم؟ ما خطرت على بال واحد منهم منوب وكأني كمية مهملة، بقى بجوز من الله الحكي. طول بالك حبيبي طول بالك، ما في داعي تهز بدنك، يعني بجوز الوزارة اللي انت مستلمة ما كتير مهمة، مشان هيك ما عم تخطر ببالهم، ما في غير هيك. ولك يا سميرة شو عم تحكي انت؟ أنا وزير النحل والثروة الطائرة، بتعرفي شو بيعني هالشي؟ يعني أنا وحدي المسؤول عن النحل كله بالقطر، يعني الطيور الأهلية والعابرة كلها تحت سلطتي وأمري. عدي على أصابعك، حمام، عصافير، شحرير، زرازير، حساسين، فري، حجل، درغل، بط، كركي، صقر، نسر، شاهين، باشق، أبو منجل، أبو الحن، كله من اختصاصي، كل شي بيطير من اختصاصي بما فيهم الجراد والناموس والبراش. هيك قلك يعني؟ والله كتار. لكن شو عم نحكي؟ طيب ليش ما عم يعملوا معك مقابلة برأيك؟ أكيد الشغلة منظيفة وفيها إنا، لأنه مو معقولة ولا بشكل قصة هالتحتيم الإعلامي علي. وأنت ليش ساكت له لحد هلا؟ مين قالك ساكت له؟ من هلا ورايح ما رح اسكت له منوب، وبكرة رح أتصرف. عال والله، كأنه والله لا في بالدنيا واحد وزير مستلم مصري ولا شو. لا لا يا أستاذ فؤاد، أنا ما ببر هالعذر منوب. يعني إذا كنت أنا ساكت لكم أنتم ما بتتذكروني؟ معقول؟ أشو الشغلة مقصودة يعني؟ أبداً أبداً ما في شيء من هذا سيادة الوزير، صدقني الشغلة ما لها مقصودة أبداً، بس الواحد أحياناً ليكون في توجيه بإغفال نشاطاتي. اللي أستاذ فؤاد ما بزعل. أعوذ بالله سيادة الوزير، شو عم تحكوا أنتم؟ لكن شو بتفسر تجاهل برنامجكم إلي؟ يعني ما خليتوا وزير بهالبلد ولا مدير ولا محامي ولا دكتور إلا وعملتوا معه مقابلة، حتى آذن وزير البوادي والقفار عملته معه مقابلة إلا أنا. بقى شو؟ شو القصة؟ احكي مع المدير العام؟ اطلب منه توقيف البرنامج؟ لا طول بالك سيادة الوزير، ما في داعي لهالشي أبدا، أنتم مكانكم محفوظ ومبادراتكم متميزة. الحقيقة نحن كنا ناطرين الفرصة المناسبة لحتى نتصل فيكم ونساوي معكم مقابلة مدروسة. على كل إن يبدو أن الوقت إجا، ولهالسبب اللقاء القادم رح يكون معكم لو تكرمتوا. بقى حضروا حالكم، الله معكم. شفت يا غندور؟ شفت شو ساويت لك فيهم؟ الله وكيلك هذا مدير البرامج قلب قدامي على التليفون قدر كمشي، واحتار شلون بده يراضيني حتى ما يطلع خلقي عليه. كان لازم تساوي فيهم هيك من زمان، انا لو كنت محلك كنت بحكي مع الوزير مباشرة. لا 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 ما في داعي، عملت لهم فركة اذن والجماعة كانوا رح يبوسوا ايدي لانه شعروا بالذنب. بقى الله يرضى عليك يا غندور، بعت لي ورا الاستاذ درويش الفراهيدي مشان يكتب لي الكلمة اللي بدي القيها ببرنامج رولا على الهواء. سوا على الهواء. سيدي ليش لحتى درويش يكتب لكم اياها؟ انا بكتبها مثل العاده بعد اذنك. انت اسكت وضب لسانك بحلقك ولا تحكي ولا كلمه. ها ليش سيدي؟
يخرب بيت قلبك. قال ليش؟ لك ما بتتذكر لما شكلت لي الخطاب اللي ألقيته بمؤتمر مكافحة الجراد شو صار فيه؟ العمى بقلبك على هداك اليوم البغيض. ولك يا زلمة خليتني ارفع المجرور وجر المرفوع. حتى كلمة بسم الله الرحمن الرحيم شكلت لي اياها غلط وخليتني اقول بسم الله. حتى اني سمعت واحد عم يقول جيت الجراد على هالبلد اهون من هالخطاب. بقى اتصل لي بالاستاذ الفراهيدي وحاجتك بقى ادعاء ومنفقة. يلا مسؤولين كحجر الطاحون الثقيل. المنصب ليس شو عم تقرا؟ يا ستي عم بقرا الكلمة اللي بدي ألقيها ببرنامج سوا على الهواء. شو لهلأ ما حفظتها؟ كل ما فوت بلاقيك ماسك هالورقة وعم تقرا فيها وتحفظ، لكن اللي بيشوفك بيقول عندك امتحان. ليش مفكرة الشغلة سهلة انت؟ البرنامج بده ينزاع على الهواء يا سميرة، يعني ملايين الناس عم تبحل عيونها بالشاشة وعم يستنوا كل كلمة بدي اقولها. بعدين لا تنسي انه الي اعداء كتير وحاسدين اكتر وغيورين وكلهم عم يتصيدوني على غلطة، ومشان هيك لازم فوت عليهم فرص شماتة. يعني كل كلمة لازم اقولها لازم تكون بميزان، كل تعبير لازم يصدر مني لازم ينزل سقف بمحله. الله يوفقك يا رب. المنصب ليس امتيازاً أبداً، بل هو مسؤولية معلقة في رقبتي ورقبة المسؤولين كحجر الطاحون الثقيل. سيادة الوزير، نحن جهزنا كل شيء والمقابلة مع حضرتكم راح تكون بعد بكرة، فإذا عندكم أي استفسار نحن جاهزين من هلأ. لا لا أبداً أنا جاهز، وخاصة أني أخذت منكم الأسئلة قبل بوقت وجهزت حالي على الآخر. طيب سيادة الوزير، وين بتحب يكون اللقاء؟ والله أنا بفضل يكون بشي مزرعة، يعني هيك بالهواء الطلق، باعتباري مثل ما بتعرفوا وزير النحل والثروة الطائرة. مزبوط معك حق، لأنه اللقاءات اللي عم نسويها بالمكاتب عم تكون كتير مملة. أصبح أنا بقترح يكون وراكم بالمقابلة شي 3-4 خلايا نحل، شو رأيكم سيدي؟ مليانين؟ لا سيدي فاضيين، وبهالطريقة بيطلع المصدر وراكم كتير كتير طبيعي. ما في مانع، لأنه كل شي غير مفتعل وتلقائي بفوت لقلب الناس بسرعة. مزبوط. استاذ فؤاد شو رأيك هيك نسوي ديكور من عنا؟ ما بدها ديكورات المسألة، يعني ما في أحلى من منظر خلايا النحل، وبتصور هالشي كافي. طيب سيادة الوزير، حضرتك بتفضل تحفظ شو بدك تقول بالمقابلة ولا تقرأ الردود من على الورقة؟ لا لا شو من الورقة، في عندي كلمة لطيفة حافظة بصم ورح تعجبكم أكيد وتعجب الجمهور إن شاء الله. أصبح موعدنا بعد بكرة الساعة 5، بناسب حضرتك هالموعد؟ طبعا بناسبني، بناسبني تماما آنسة افتتان. وصلت صورة؟ انتبه انت وعم تتحرك، انظر حولك. زهير يعني ضروري المكياج يا آنسة؟ ايه شو انا ممثل؟ عفوا استاذ بس لا بد من المكياج. ليش بقى؟ مشان ما يطلع وشك اصفر، نور الشمس والإضاءة بيمتصلون الوش. أيوة هلأ فهمت عليكي. أصبح وينك؟ روحي لي هالتجاعيد من وشي، اسمها صارت وصارت. لا لا أوعك، شو عم تعملي أنت؟ عم بتلك فوند الدم. لا 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 ما في داعي، هذا بتحط منه مرتي، ما في عندك منه رجالي؟ كله نفس الشيء أستاذ. لا 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 تحطي منه، انتهينا الله يرضى عليك. كنت ما بدي أستاذ. شو عم تعملي؟ عم بخفي لك الشامة. لا تغطي شيء، خليني على طبيعتي، والوزير بالنهاية بأفعاله مو بجماله. لا تروحي بعيد، هي كلينتون كان جميل بالصورة بس قبيح بالأفعال، وبالمقابل هي غاندي كان قبيح الصورة بس جميل بالأفعال. بعدين كل هالقد شايفتيني بشع حتى بدك تنزلي فيني معط بالبودرة والحمرة؟ لا العفو سيادة الوزير، سلامتك. فرتوني صوتي جاهزي؟ مبارك. أوكي شباب شو صار معنا؟ يلا خلصونا رح نطلع الهواء شوي تاني. ساعة الوزير نحن صرنا جاهزين، شرفوا زبطة. طيب ماشي الحال، بكفي هيك يعني زدائت خلاقي رح أنام. سيادة الوزير باقي 10 دقائق، جاهز؟ اي نعم جاهز. يلا شباب استعداد. عفوا سيادة الوزير صاير شي؟ ما بعرف بس كأني سمعان صوت نحل. فضيت الخلايا من النحل يا غندور؟ نعم سيدي فضيناها، أنا والنحال نقلنا كل النحل
والملكة؟ أول وحدة نقلناها. اسمعوا يا شباب، بقيان 3 دقايق وبيبدأ دورنا بالأقمار الصناعية، جاهزين؟ يا جماعة عم قلكن سامع صوت نحل، شوف الخلايا يا غندور. والله يا سيدي شفناهم ما فيهم ولا نحلة. لا، لأنه مو وقت تقرصني نحلة هلأ، عندي اجتماع بعد المقابلة مع ملكة جمال العسل الهولندية، يعني مو حلوة أقابلها وشي منفوخ ورقبتي ورماني وكأنه حدا حاضضني ويمكن اتعشى معها. شفناهم ما في ولا نحلة يا سيدي. أوكي ماشي. لا مو من شان شي، بس خطرة على الحياة قرصة النحلة، لأنه أحياناً في نحل سام وخايف تكون شي نحلة غريبة مندسة بمناحلنا. اندس حدا بمناحلنا يا غندور؟ سيدي بعدين النحل قرصته مفيدة وبيعطي مناعة للجسم. ما بدي هالمناعة هلأ، تعطي مناعة. وغير هيك النحل ما بيقرص وزيره. راس هلأ بلا خف الدم غندور. أمرك. آسف سيدي. يلا افتتان استعداد. يلا عطونا 5 على الأول. يلا 5 4 3 2 سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم. نحن الآن معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم سوا على الهواء. معنا اليوم مسؤول هام نشيط مخلص ومتفان في عمله، رح يكون ضيفنا لمدة نصف ساعة. منرحب معكم بسيادة الوزير، وزير النحل والثروة الطائرة، والثروة الطائرة، الأستاذ محمود أبو الجود. اهلا وسهلا فيك سياده الوزير ببرنامجنا. اهلا وسهلا. سياده الوزير، منرحب فيك اولا ونقول لك اهلا وسهلا على تلبيتك لدعوتنا. شكرا شكرا. بادئ ذي بدء اصارح اخوتي المشاهدين بان المنصب الذي اتبوأه ليس امتيازا ابدا، بل مسؤوليه ثقيله ملقاة على عاتقي أو معلقة في رقبتي ورقبة كل مسؤول كحجر الطاحون الثقيل. وكم كنت أود ألا أكلف بهذه المسؤولية وأن أبقى حراً طليقاً أتنقل كالنحلة من زهرة إلى زهرة، ولكن غيرتي على مصالح وطني ومصالح أمتي أجبراني على تحمل هذه المسؤولية. واسمحوا لي أن أردد على مسامعكم الآن قولاً حفظته، قولاً جميلاً حفظته منذ نعومة أظفاري: برئت ذمة الرجال ممن يجد أمته في معترك ويبقى متفرجاً ولا يمد لها يد العون والمساعدة. الله الله الله، كلام رائع الحقيقة. سيادة الوزير، هل تسمحون لي أن أسألكم بعض الأسئلة لو سمحتم؟ إيه تفضلي أنسة افتتان، أنا مستعد لأي سؤال مهما كان. سيادة الوزير، إذن ما هي العراقيل والمعوقات والإرهاصات التي تعترض الثروة الطائرة الآن؟ بالنسبة للثروة الطائرة يا آنسة افتتان، أمثال العصفور والزرزور والشحرور وأبو الحن والحجلقلق والبط وأبو سعد، فأهم المعوقات يا آنسة افتتان هو انتشار الصيادين بأنواعهم، يعني جفت، بارودة، فخ، شبك، دبق، نقافة، يعني هالصيادين هدول ما خلوا ولا طير يطير بالسماء. بتصدقي يا أنسة افتتان إني ما شفت عصفور دوري من أكثر من شهر. أصدق أصدق. حسناً سيادة الوزير، ما هي الإجراءات يلي اتخذتموها حضرتكم لحماية هذه الثروة الطائرة؟ سؤالك جيد. نحن رح نحط لافتات تحذيرية للصيادين ورح نهددهم بالحبس والغرامات ومصادرة أدوات الصيد. جميل جميل جدا. إذن ما هي العراقيل يلي بتعترض زيادة هذه الثروة العسلية؟ الحقيقة العراقيل كثيرة، أهمها انتشار الزنابير الحمراء التي نسميها بالعامية دبابير. كيل عن أخت النحل عرس على أخت المقابلة شو مشؤومة، عم شو إني حمار جحش معبب بنطرون، يعني كان ضروري اختار هالمكان.
سيداتي سادتي، نعتذر عن هذا الخطأ الفني الطارئ ونعود بكم إلى استوديوهاتنا لمتابعة برامجنا من هناك. فإلى هناك. يخرب بيتك يا غندور على الرملة اللي عملتها فيه. يا سيدي ما عملت شيء، مثل ما طلبت مني سويت. ولك خلاص، لك مين جاب النحل الشرس للمنحلة؟ بجوز اللي عضتك مو نحلة، بجوز دبور متسلل غريب. لقربك وحدة تسهل أمرك، وين بدي ودي وشي من الناس هلا وين؟ عادية عادية، ما حكيت شيء. شلون ما حكيت شيء بقى؟ وهالمسبات اللي طلعت مني قدام العالم وسمعوا الملايين. ولك اخ يا سواد وشي قدام الجمهور، يعني شو بدهم يقولوا عني؟ اكيد رح يقولوا شو هالوزير اللي يلي لسانه فلتان مثل زعران الشوارع. اخ لا حول ولا قوه الا بالله، انا تبهدلت يا غندور، تشرشعت. محشوم 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 سيدي. ايه خلاص هلا خلاص، ناولني اللحشه. يلا شباب ضبط بفركشنا. يلا سميرة، يا سميرة. نعم حبيبي. انت امتى سكرتي التلفزيون؟ طفيته من شي 10 دقايق. سكوت يا ابو الجود سكوت، كان طالع برنامج كوميدي بيطير ضبنات العقل، اشتهيتك تشوفه. يا لطيف شو بيضحك. بيضحك لك اخ اخ. شو ابو الجود، ما بدك تاخذني اتغدى بشي مطعم؟ لا لا ناقصني فضايح يعني. لك لوين طالع؟ تعبان شوي، بدي اعمل حمام ونام. ومين ما سالك عني قولي له مو فاضي، مسافر مو هون. قولي له اللي بدك اياه. عفوا مين حضرتك؟ نسيت الوزير. بس ليش شو عم تعملي انت هون؟ شو عم تعملي ورا مكتبي؟ عفوا استاذ، بس كنت عم اكتب لك ملاحظه. ملاحظه شو؟ اتصل فيكم مدير البريد السريع. اتصلي لي فيه فورا. حاضر استاذ. الله يجيرنا من هالنهار. امين امين يا سيدي. تفضلوا احكوا استاذ. الو، احترامي ابو عادل. طبعا بمكتبي، وين بدي اكون يعني؟ امبارح وين كنت؟ قال يعني ما بيعرف. وين كنت؟ والله كان عندي شغلة صغيرة يا أبو عادل. لا لا ما في شيء. صوتي عم يرجف؟ لا لا ما فيني شيء. اطمن اطمن، الله معك، مع السلامة. هذا أكيد شمتان فيني. يا ديما. نعم أستاذ. مين اتصل فيني كمان؟ استاذ اتصل فيك وزير التصنيع الفوري، وزير الحواجز والمطبات، وزير الإعاشة والشباب، واتصل فيك كمان مرتين استاذ عوني جلد النمر. طيب يا ديما، مين ما اتصل فيني من هلأ ورايح انا مالي هون، مفهوم؟ مفهوم استاذ. سمعان مين اتصل فيي يا غندور؟ اتصلوا فيي جميع الوزراء يلي بعمرهم ما اتصلوا فيي. لا ومين اتصل فيي كمان؟ عوني جلد النمر. ومن هاد سيدي عوني جلد النمر؟ ولك يخرب بيتك، عوني جلد النمر ما عرفته؟ ولك هذا عنده إقالة الوزير وشيلته مثل شربة الكازوزة. وهلأ شو ناويين تعملوا؟ شو بدي ساوي يعني؟ لازم اجمع المستشارين الخاصين لمعالجة الأزمات السريعة واطلب منهم يلاقوا لي حل لمشكلتي. أنا بقترح يكون معهم فؤاد، فؤاد معد برنامج سوا على الهواء. معك حق، بركي بفيدنا بشي رأي، مع أني حالف يمين ما آخذ برأيك منوب. بس ماشي الحال، رأيك هالمرة صواب. اطلب لي مستشاري الوزارة لاجتماع طارئ أوام. فورا فورا سيدي. أنا يا جماعة ما بنكر أني بسب أحيانا وبشتم، بسب وبيفلت لساني مني فلتة أخت ملعونة، وأحيانا أخرى بيتبرى لساني مني من كتر ما هو زفير. بس بالمقابل بتمتع بقلب طيب وسلوك حميد. ويلي زعجني بالمسألة يا مستشاري انه ما فلت لساني مني الا بالتلفزيون وقدام الكاميرا على الهواء والبس شغال. بقى شو بدهم يقولوا عني هالجماهير؟ شو بدهم يقولوا ملايين الجماهير عني؟ بتصدقوا اني كل ما شفت واحد سواء بالطريق ولا بالوزاره ولا على التليفون بحسه عم يقول لي شو يا سياده الوزير؟ شو يا محترم؟ من امتى تعلمت هالمسبات الدسمه وهالشتائم الزفره؟ يا ترى بالخماره ولا بالمأمره؟
بقى دبروني يا جماعة، دبروني يا مستشارين، لأني بالفعل تبهدلت وتشرشحت وقلت هيبتي وفقدت احترامي وأسهمي صارت بالحضيض. بقى إذا كنتوا شاطرين التمسولي المعازير، لاقولي تبرير لهالسقطة الشنيعة. يعني مثلا إذا إجاني صحفي أو محقق شو لازم يكون جوابي إله؟ يا سيدي أنا بقترح تقله إنك كنت مرضان أو سخنان لما ساويت اللقاء وفجأة ارتفعت الحرارة معك وضرب أحد فيوزات المخ. بدك تضرب لي فيوز مخي؟ لا 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 لا، هذا حل سخيف ما اقتنعت فيه. غيره سيدي أنا بقترح تقول إنه صار تشويش وعطل فني بالإرسال، قامت اتدخلت محطة مغرضة وبثت هالشتائم على نفس التردد. لك شو عم تحكي أنت؟ شو عم تحكي؟ شو هالتخبيص هاد؟ كمان ما اقتنعت. سيدي أنا بقترح تقول إنك كنت عم تمزح مع الجمهور. اقتراحك غبي. غيره طيب سيدي شو رأيك تقول إنه هالمسبات موجهة للإمبريالية والصهيونية العالمية وملف لفهم؟ بس يا أخي بس، شو هاد أنت وياه؟ حاجتكم سخافة بقى. أجبناك يا عبد المعين لتعيننا، تاريك يا عبد المعين تنعان. شو يا أساس فؤاد؟ شايفك ساكت ولا حكيت ولا حرف؟ شو مو عاجبك حديثنا يعني؟ لا العفو سيادة الوزير، بس أنا برأيي إنه المسألة كتير تافهة وما بدك لهالتعيد، أصلاً ما في داعي تحكوا فيها. صدقوني إنه مسألة كتير تافهة. لسه بيقول لي تافهة؟ شلون تافهة بقى؟ ولك يا بني آدم أنا أطلقت شتائم سوقية رزيلة قدام الملايين من الجماهير وبتقول لي تافهة؟ عفوا سيدي بس في مجال أحكي معكم كلمتين على انفراد؟ طيب تفضلوا لو سمحت. لازم تفضل تفضل. أنا معك. التاني غندو قوم الحق ومسكر الباب وراك، لا تحط إيدك على الحيط وتتجسس. حاضر. هات لشوف ليش بدك ياني ما اكل هم. سعادة وزير حطوا ايديكم ورجليكم بمي باردة وكأنه القصة ما صارت من اساسها. لك رح تجنني انت ايش لومبا. يا سعادة الوزير هذا البرنامج اللي بعده انا يعتبر من البرامج اللي ما حدا بيشوفها، مثل البرامج المنسقة واللي بطلت موضتها من زمان. شو هالحكي؟ مثل ما عم قلك ما في غيري انا وهالكم واحد منشوفه وغصب عنا كمان. شي وليش عم تساووا لكان؟ سيدي هذا البرنامج يعتبر من برامج الحشو. شو يعني؟ ما فهمت عليك. يعني سيدي هذا رزقة بنسترزق فيها نحن. نعم؟ عم تسترزقوا منه؟ يعني ما حدا سمعني من الجماهير؟ ابدا سيدي ما حدا عارف شو صار ولا حدا فتح التلفزيون على البرنامج من اصله. اذا كان هيك طمنتني. الله يديم علينا هيك برامج حتى تستر عورتنا. سميرة مساء الخير. سميرة أهلين أبو جود. شو رأيك نطلع نتغدى بشي مطعم؟ بس أنا طبخت لك اليوم. بعرف بس أنا حابب أطلع حتى أختلط بالناس وشوفهم ويشوفوني. مبارح قلت لك امشي نتغدى بشي مطرح ما رضيت. لك مبارح شي واليوم شي، شو بدك بمبارح؟ طيب حبيبي أنا ربع ساعة وبكون جاهزة. وينك سميرة؟ نعم. بدي أسألك سؤال. تفضل. أنت لساتك بتحترميني؟ يوه شو هالسؤال هاد؟ يعني ما شفتيني مبارح بالتلفزيون؟ يبعت لحم على هالنسوة. أنا أسفة حبيبي، مبارح التهيت بالحديث مع أختي على التليفون، كانت عم تعلمني طبخة الملفوف. الله يكتر خير الملفوف. يا لطيف شو بحبها لهالأكلة، بحبها كتير.